مصرف ماكو يعني هسه اني 7 نفرات احنا يعني ما اريد ان بيت ماكو ايجار ما نقدر ندفع ايجار الوضع الامني مو تمام اللي يعني الوضع حتى الصحي يعني هاي انتشار كورونا وهاي الامراض هنا المخيم نشوفه احسن لنا قال لا يعني موفر لنا المعيشه أشهر ورجعنا ما قاومنا هناك مي مشتروا بيت هيكل إيجار 100,000 هيكل لا لبخ ولا كهرباء ولا مي ولا والله مي ما أكون تانكي شريف 6,000 دينار شهر واحد 45,000 نصرف مي شلون وضع الأمني والله أمان ما أكون ما الأمان ما أكون. اني اما نيجراني لو يشنكو او دستقال بي او كذا فشار لسر او خلكي خلق بزور لكم مكان بقريته او سي خوين ك بريال يندا ولا 11 سال 2020 كان مكان دا بخرين بو لازمني او قراري او بريال او يندا كا هو كاري هيش خزانه كن كان سات حکومت یاریمی کوسام وزارتی ناخو رونا و جگیریشا اما پال پشتیده کن لگرانوی آرزو مندان آوارکان با ناوچکانی